بعد مخاض عسير وجولات عديدة من الحوار، استجابت الحكومة لمطالب المعلمين بالحصول على علاوات مالية تتراوح بين 35% و 75% على الراتب الأساسي، واعتذار رسمي عما طال المعلمين من اعتداءات خلال اعتصامهم في 5 أيلول الماضي. إنما حدث وأسرار الدولة بكل مكوناتها أن يدخل المعلم إلى صفه وطلابه مرفوع رأس. تم الاتفاق بشكل نهائي على وقف الإضراب بشكل نهائي والعودة إلى المدارس صباح الغد، كل هذا بجهود الخيرين من أبناء الوطن. نقابة المعلمين بدورها فكت الإضراب عاقب توقيعها اتفاقا مع الحكومة يقضي بالحصول على حزمة من الإجراءات لتحسين الواقع المعيشي للمعلمين، وذلك تزامنا مع يوم المعلم العالمي الذي يصادف 5 من تشرين الأول من كل عام. المعلم أخذ اليوم ما أراده من العلاوات، فبدأت هذه العلاوات، أنا أتكلم بشكل سريع، بعلاوة 35% على أساسي للرتبة الأولى، و40% للرتبة الثانية، و50% للرتبة الثالثة، و65% للرتبة الرابعة، واستحدثت رتبة جديدة للمعلم القائد الإداري القائد ب75% على الراتب الأساسي. يذكر أن إضراب المعلمين الذي استمر 4 أسابيع يعد أطول إضراب تشهده المملكة، حيث كشفت النقابة عن خطة بالتوافق مع الحكومة لتعويض الطلبة عما فاتهم خلال فترة الإضراب.